ضيفنا اليوم طالب شاب ابتكر طريقة لمواجهة الفيروسات وبالتحديد فيروس كورونا، أكيد لحماية الحرم المكي وحجاج بيت الله، وتقدم بهذا الابتكار في أحد مسابقات المدرسة الملتحق بها. اليوم احنا نشجع ونسلط الضوء على ابتكاره ونرحب فيه أكيد معنا المبتكر عبد الرحمن آل الشيخ. حياك الله عبد الرحمن. أهلا وسهلا. هلا وسهلا فيك. كيف الحال؟ شو أخباركم؟ الله يسلمك. بداية حاب أشكر قناة روتانا وبالتحديد برنامج سيدتي على استضافته لي وجعلني أطرح موضوعي عندكم، شكرا لكم. عبد الرحمن، أول شيء نبغى نعرف عن المسابقة اللي أنت شاركت فيها. إيه. وثاني شيء نبغاك تكلمنا أكثر عن ابتكارك، شكرا لك لوجودك أنت عندنا، يعني من جد إذا ما سلطنا الضوء عليك وعلى ابتكاراتك وعلى ابتكارات عيالنا اللي أكيد نفخر فيهم، على مين نسلط الضوء من جد؟ فبسم الله عليك، لسه بعمر صغير 18 سنة، يعني برضه هذا أحسه هذاك الضغط ثالث ثانوي وضغط كمان الابتكارات والاختراعات اللي أنت مشغول فيها. قول لنا عبد الرحمن، إيش المسابقة وإيش هو ابتكارك؟ بداية ببدأ بابتكاري. تفضل. طبعاً إحنا ندرس مادة الكيمياء، في الترم اللي فات كان عندنا في مادة الكيمياء فصل اللي هو التلوث البيئي. بصراحة شدني الموضوع مع أن التلوث البيئي، وحبيت الموضوع مرة. صادف في الوقت هذا أني أنا زرت الحرم الشريف. يوم زرته طبعا زي ما تلاحظون إذا أحد راح الحرم سواء كانوا معتمرين أو حجاج، بعد ما يرجع يريح يوم يومين ويتعب. أكيد سكت. ففكرت مع نفسي أنه ليش ما أحد من هذا الموضوع؟ أكيد. ليش ما نقلل الفيروسات؟ بعدها رجعت قررت أني أبحث عن الموضوع أكثر. لاحظت أن منظمة الصحة العالمية أثبتت أن في كل سنة يتوفى 3 مليون شخص بسبب مباشر للفيروسات. أوكي. فانصدمت صراحة من الرقم، رقم كبير، وفي كل 20 ثانية يتوفى الطفل. فبصراحة الرقم كبير، ومن هنا حرفيا من هنا بدأ التحدي. بدأت أتحدى نفسي أنا أن ليش ما أحاول أقلل من هذا الموضوع. نعم. بعدها حاولت أني أقرأ عن الأشعة الفوق البنفسجية اللي هي ألترا فايلوت. الأشعة هذه لها طول موجي معين اللي هو من 250 نانومتر إلى 275 نانومتر، يكون ما له أي ضرر على الإنسان، بالعكس بل يقتل البكتيريا ويفيدنا. جميل. فشدني أن من طول الموجي لها من 250 نانومتر إلى 275 ما راح يأثر. أنا انبسطت مرة لما قريت طول الموجي تبعها. فكرت في تصميم معين اللي هو تصميم داخلي وتصميم خارجي. جميل. بالنسبة للتصميم الخارجي بإذن الله راح يكون على منارات الحرم، وبالنسبة للتصميم الداخلي بيكون في المسعى. يا سلام، ما شاء الله عليك. نبدأ بداية في الخارجي. إيه؟ اللي هو في الحرم زي ما أنتم شايفين الحرم، المنارات ممكن نضع حولها أشعة فوق بنفسجية ونضع جنبها مراوح للتحكم في الهواء. طيب ابتكارك ذا أحد تبنى؟ والله إلى الآن لا، لكن نقول إن شاء الله. أوكي. طيب أسلم. أما بالنسبة للابتكار الداخلي اللي هو في المسعى، المسعى زي ما أنتم شايفين تقريبا أشبه ماله المكيف. هو جهاز يسحب الهواء يمرر عبر لمبة الأشعة الفوق البنفسجية. يمر من عندها الهواء، إذا مر من عندها ينقيها بشكل صافي جدا، فمن المكيف هذا نحصل على هواء نقي جدا. جميل جميل. يعني الموضوع كله في الهواء يا عبد الرحمن؟ يعني لا، مو بس في الهواء. موضوع الهواء هذا موجات. يكون نقي ويقتل جميع الفيروسات، يعني إيه اكيد طبعا أمراض. الهواء اللي هو ينقل الفيروسات صحيح. بس عشان نوضح للمشاهدين واحنا نفهم انت كيف شرحت الموضوع، تركب الجهاز هذا وهذا الابتكار عشان يعني ينقي الهواء صحيح؟ نعم، ينقي الهواء والفيروسات كلها تموت باذن الله. جميل. تخف نسبه المرض. جميل. اول شيء اسمح لي يعني نشكر طبعا اكيد استاذك اللي حاضر اليوم معنا. طيب الله يعطيه الف عافيه. الله يعطيه العافيه اكيد على اشرافه على هذا الابتكار، ويعني تشكرون عليه، ويعني شيء جميل بالعكس، وخصوصا في الحرم مثل ما ذكرت زحمه، وفعلا دائما لما نرجع غالبا يوم يومين نتعب. لكن احنا نبغى نعرف، يعني انت شرحت لنا كيف الابتكار يعمل.
نبغى نعرف عبد الرحمن منك كيف جتك الفكرة؟ أنت من قلت لنا حصة الكيمياء صحيح؟ صحيح. كانت كان الموضوع كان موضوع التلوث البيئي. التلوث البيئي. لكن الفكرة نفسها نفس الفكرة هذه كيف جتك؟ شلون جتني سوحيتها؟ بعد ما تعبت. أوكي. بعد ما تعبت قعدت أقرأ عن الفيروسات، أقرأ عن الأشياء هذه، شدني الموضوع، بديت أتحدى نفسي بعد ما قريت إن منظمة الصحة العالمية يتوفى فيها كل 20 ثانية طفل. هنا أنا الآن بدأت أتحدي مع نفسي، بدأت أتحدى نفسي أكثر، ليش ما أقلل هالعدد؟ بحثت أكثر في الموضوع. بحثت أكثر في الموضوع، نعم. تحب الأطفال؟ تقريبا. واضح جدا أنه أنت تحب الأطفال، لكن أنا يهمني كمان أعرف إيش اسم مدرستك؟ المتقدمة فرع العقيق. المتقدمة، طيب إذا أقدر أعرف كمان أكثر كيف ممكن نواجه هذا الفيروس أو الفيروسات، أو كيف ممكن مثلا نحد من انتشاره؟ أنت شرحت لنا الطريقة لكن يمكن مش الأغلب فهمها بالطريقة المضبوطة، وأنا أولهم صراحة. تمام. أنا اللي فهمته ما أعرف إذا تصحح لي، هو زي المكيف، زي عفوا زي الفلتر، أنه يأخذ الهواء اللي مش صالح ويطلع الصالح، صحيح؟ صحيح. هذا هو؟ والله طلعت أفهم بالاختراعات. شكلي وجه شاركك. أبرك الساعة. طيب عبد الرحمن قل لي كيف ممكن يحمي الحجاج بهالطريقة؟ ممكن يحمي الحجاج لأن الهواء اللي ينتقل بين الحجاج هو هواء مليء بالفيروسات صحيح. أو غير نقي، فهذا الجهاز يفلتره فيقلل بنسبة كبيرة بإذن الله من انتقال الفيروسات. طيب أنا يهمني أنه أنا أسألك سؤال مرة جميل مرة جميل بالنسبة لنا أكيد كلنا، من حرصنا عليك وحرصنا على ابتكارك، دائما إذا الواحد اخترع شيء أو ابتكر شيء لازم يروح يوثقه أنه الملكية الفكرية، هذا أول شيء، بعدين نشوف إذا الجهات أو في جهات ممكن تتبنى أو تبنته. رحت وثقته؟ والله إلى الآن لا ما وثقته، لكن إن شاء الله قريب أوثقه. مو قريب، أول ما تطلع من عندنا على طول الله. أبرك ساعة بالعكس بروح لهم. جميل، ما في أي جهة طبعاً تواصلت معك أو في والله جهات كثيرة تواصلت معي، لكن إلى الآن ما في شيء معين مع أحد. لا إن شاء الله بإذن الله من بعد البرنامج أكيد بإذن الله. طيب خلينا شوي نرجع للمسابقة وأجواء المسابقة عبد الرحمن، يعني نبغى نعرف كيف كان يعني تجربتك في هذه المسابقة. أنت شاركت طبعا بابتكارك هذا اللي ذكرته لنا، لكن نبغى نعرف بعد إذا عندك ابتكارات أخرى في السابق حتى لو كان يمكن ما لها علاقة في هذا الابتكار، حكينا عنها وحكينا عن المسابقة كيف كانت تجربة. تمام. بداية المسابقة بدأت تقريبا من 3 سنين في مدارسنا مدارس المتقدمة، وعلى رأسها الأستاذ خالد الغامدي أوجه له جزيل الشكر، هو اللي بدأ المسابقة كاملة. اسم المسابقة إبداعاتي في المتقدمة. جميل. المسابقة هذه نجيب الطلاب نعرض عليهم من اللي عنده مشروع يبدأ يشاركنا فيه. أول سنة تقريبا يمكن ما حصلنا إلا 50 طالب أو أقل، ثاني سنة وصلنا 100 طالب، ثالث سنة واللي هي حنا الآن فيها وصلنا المرحلة أن ننقي مين أفضل مشروع نختاره. ما شاء الله. جميل. طيب قل كلم لنا أو تكلم لنا شوي عن المشاريع اللي كانت مشاركة، كمان عن زملائك الطلاب. هنا نعرف أنه ما في تنافسية دائما تنافسية الشينة اللي نقصدها، لا هي تنافسية من الأفضل وكيف نطلع كويسين والأشياء هذه، فنبغى نعرف عن الأجواء وكمان نبغى نعرف إيش مشاركات الطلاب زملائك. تمام. في كل شخص له بوث، البوث هذا يكون خاص فيه، ينشئ فيه مشروعه، يسوي فيه اللي يبي. ممكن عندنا تقريبا فوق 70 أو 80 بوث في المكان كامل، واللهم لك الحمد في آخر سنتين كلها كاملة ما في ولا مكان فاضي. بالنسبة للمشاريع، المشاريع في شتى المجالات. أوكي. يعني لو بذكرها هي كثيرة جدا، لكن منها تصفية المياه، مين أفضل شركة مياه، منها اللي هي الدوائر الكهربائية، منها الطاقة الحركية، منها الطاقة الشمسية، أشياء كثير جدا، وكلها ابتكارات الطلاب ما بين الأولى ثانوي إلى ثالث ثانوي. يا سلام. يعني نعرف أنه أنت مركز الآن عبد الرحمن على ابتكارك هذا، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يا رب يعني نشوفه قريبا في الحرم بإذن الله. وكمان نشوفه في الأماكن العامة، ليش لا، بعد ما يتم تنفيذه في الحرم ممكن في الأماكن العامة. صحيح. لكن ترى هو على فكرة هو مو محدود بس في الحرم، أكيد ومحدود في أي مكان طبعا. أي مكان سواء كان مغلق مفتوح أي مكان ممكن نحطه فيه عادي طبعا. ممكن نجربه هنا بالاستديو عندنا. صحيح. لكن نتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب. يهمني أعرف أنت وش يعني حاب إن شاء الله بعد ما تتخرج، يعني استشفيت من كلامك تحب الكيمياء كثير،
يمكن في النهاية لما تتخرج إن شاء الله بيعرف وش حاب تتخصص فيه وإيش الابتكارات اللي ممكن إنه أنت تجي في بالك بس لسه ما تنفذت. أول هدف عندي اللي هو الآن أنا ناويه إني بس أكمل المشروع وأدور اللي بس أحد يتبناه. نعم. لأن المشروع أنا مرة هامني ومبسوط إن الناس بدأت تعرف عنه. جميل. طيب طبقته بالبيت. إحنا دائما لما نسوي أي شيء أي شيء أي شيء لو شفت ذيك الزرعة اللي نزرعها وحنا صغار مرة أنا الآن أزرعها وأنبسط لما بس ما تعيش ما تكمل هذه نحطها وننبسط ونوري أهلنا وكذا. أنت جربت الفلتر؟ أنا توني إلى الآن ما سويته لكن صممته تصميم كامل والتصميم جاهز عندي. جاهز. طيب هل أنت نقدر نقول في شيء طبقته؟ بإذن الله قريبا بيكون التطبيق للآن. طيب مين تبن يعني مين الجهة اللي بتكون مسؤولة عنك وعن تطبيقك؟ والله اللي بيتبناني الله يحييه ما نقول له لحد. الآن بس المدرسة. الآن إلى الآن المدرسة والأستاذ محمد الصيب الله يعطيه ألف عافية. الله يعطيك العافية أستاذ محمد. طيب يعني أكيد نعرف المسابقة مثل ما ذكرت قلت فيها كانت ابتكارات حلوة مثل تصفية المياه وزملائك يعني أكيد كانوا معاك يعطيهم الصحة والعافية أكيد نوجه لهم تحية من هالمنبر. لكن كمان حابة أعرف الكلمة أو النصيحة اللي أنت توجهها لزملائك أو حتى يعني سواء الشباب أو البنات بشكل عام في هذا المجال. تحب تعرف أن في ناس كثير تحب الابتكارات يحبون يخترعون أشياء وعندهم أفكار لكن أنت ما شاء الله عليك اللي جتك فكرة وطبقتها ويعني أكبر دليل أنك معانا اليوم عبد الرحمن يعطيك العافية. فإحنا نبغى كلمة منك توجهها للناس اللي عندهم فكر عندهم بس أنه ممكن صعب يكون عليهم التطبيق صعب عليهم أنه وين نبدأ فإيش إيش نصيحتك لهم؟ حاب أقول كل شخص عنده فكرة ابدأ فيها واستمر فيها صدقني ما راح تتعب ولا راح يجيك شيء بالعكس راح يجيك دعم مهما تأخر مهما صار في الوقت مهما تأخر الدعم جايك بإذن الله وما راح يروح منك. وعلى فكرة الأفكار ما راح تنتهي الاختراعات ما لها نهاية الأشياء هذه كلها ما لها نهاية فاستمر فيها وبإذن الله يدا بيد راح نزدهر في هذه البلد احنا طيب. مستقبل البلد بإذن الله. أنتم المستقبل وأنتم الحاضر والماضي والمستقبل وأنتم من جد شبابنا اللي نفتخر فيكم ونفتخر بأي إنجاز أنتم تقدمونه واجهت البلد فعشان كذا احنا دائما مفتخرين فيكم مفتخرين بإنجازاتكم. فأبو أعرف عبد الرحمن خلينا نحكي شوي عن مشاركاتكم أنت والطلاب مع المدرسين. هل في كل طالب مع مشروعه في مدرس مسؤول عنه؟ إحنا نعرف أنت أستاذ محمد لكن الباقي زملائك هل هي جتك كمان فكرة وهو تبناها وكبرها ولا أنت كنت بالمشاركة معه؟ بالمشاركة معه أنا وياه تشاركنا مع بعض وبدأنا الفكرة والباقي زملائك نفس الشيء صحيح. بس باقي الزملاء كل طالب عندنا يكون له مشرف عليه من المدرسين يعني ما في أي طالب إنه أو يكون الحالة أو إنه ضايع فيها لا جميع مدرسين المدرسة واقفين مع الطلاب بالعكس هم كانوا يطلبون من الطلاب بس تعرف شو معنا حتى لو ما عندك مشروع أنا حاول أساعدك وأدور لك وانت تدور معي. طيب يعني المدرسة الداعم الأول والأخير صراحة أكيد. عشان كذا دائما لما نقول انه البدايه بالمدرسه دائما لما احد يبغى يبين افضل ما بالطالب المدرسه. انا والله يا عبد الرحمن كرهت الكيمياء من مدرسه كانت تضربني فكرهتها الحمد لله ودخلت ادبي ريحت نفسي والله شكرا لمدرستك يا عبد الرحمن الله يعطيهم الفاتحه. شكرا من جد لمديرك والقائد اللي مسؤول عنك اللي كبركم وكبر مشاريعكم. إذا تحب توجه له كلمة أكيد. الله يعطيك ألف عافية أستاذ خالد ما قصرت. هلا وسهلا فيك أكيد عبد الرحمن كثير تشرفنا بمعرفتك كثير تشرفنا طبعا بوجودك معنا اليوم. نتمنى إن شاء الله دائما ننتظر الفلتر نفلتر الاستديو عشان يطلع لنا هواء نقي. وحاب أشكر بس وزارة التعليم أنها سمحت لمنشآت بالتعاون معها في برنامج ريادة الأعمال. وعلى فكرة البرنامج هذا من أول البرامج اللي بدأت في المدرسة عندنا بدأ عندنا في المدرسة تقريبا هو أكثر شيء يمكن فتح مخي الله يعطيهم ألف عافية. منشآت نعم برنامج ريادة الأعمال وبالعكس أنا أتمنى يتطبق في جميع المدارس. منشآت اللي تتبنى المشاريع الصغيرة الله إيه كانت عندها فكرة مشروع اللي هو ريادة الأعمال هذا يتطبق على المدارس. فحنا من هي ثلاث مدارس مدرسة بالخبر ومدرسة بجدة ومدرستنا بالرياض من حسن حظنا الله يعطيك العافية. المدرسة حقتنا اللي بالرياض اللهم لك الحمد واجهت نجاح
رهيب جدا. الله يعطيهم ألف عافية، ما قصروا. يعطيك ألف عافية عبد الرحمن، كثير مستمتعة والله بالحديث معك. من جد كلنا فخر يعني بعيالنا اللي مثلك، من جد اللي يحاول يسعى دائما أنه هو يطور نفسه ويستمر بالشيء اللي هو يحبه ولا يوقف. شكرا لك عبد الرحمن. الله يعطيك ألف عافية، ما قصروا. هلا وسهلا. هلا وسهلا. طبعا اكيد نشكر مدرسه عبد الرحمن اللي احتضنت واحتضنت عدد من زملائه. طبعا نتمنى انه باقي المدارس يكون فيها الاشياء هذه، واكيد منشات نتمنى انه تتعمم على كل المدارس. خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين نكملين.